أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من الميادين وتتابعونا في أبرز العناوين. مقتل 3 مستوطنين في عملية طعن الغرب رام الله ودعوات إلى مواصلة مواجهة الاحتلال نصرة للأقصى. ثلاثة شهداء ومئات الجرحى في اعتداءات قوات الاحتلال في يوم نصرة الأقصى وعباس يجمد الاتصالات مع إسرائيل. تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال وعلى المستويات كافة. الله يكثف من قصفه الصاروخي والمدفعي لمواقع النصرة في جرود عرسال ويحرر مناطق جديدة فيها. إن أي حل للأزمة يجب أن يقوم على مبدئين. أولا أمير قطر يؤكد أن أي حل للأزمة الخليجية يجب أن يقوم على أساس مبدأ السيادة ويعلن استعداده للحوار بشأن كل نقاط الخلاف. صباح الخير، البداية من فلسطين المحتلة ومن صمود أهلها أمام انتهاكات قوات الاحتلال واعتداءاتها في دفاعهم عن القدس وهويتها. ثلاثة مستوطنين إسرائيليين قتلوا وجرح 2 في عملية طعن نوعية في مستوطنة شمال الضفة الغربية وفق ما أفاد به مراسلنا في القدس المحتلة. وقد أصيب منفذ العملية عمر العبد بعدما أطلقت قوات الاحتلال النار عليه. الفصائل الفلسطينية باركت عملية مستوطنة حلميش. حماس دعت الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس والداخل وغزة إلى الاستمرار في مواجهة المحتل عند نقاط التماس المختلفة نصرة للأقصى. لجان المقاومة الفلسطينية أكدت أن الشعب قادر على ردع العدو وإحباط مخططاته. بدورها شددت حركة المجاهدين على أن المواجهة مع الاحتلال هي التي تلجمه وتلجم سياساته ضد المقدسات، فيما رأت الجبهة الديمقراطية أن عملية الطعن رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال في القدس والمسجد الأقصى. وشددت حركة الأحرار على ضرورة أن تؤسس هذه العملية لمرحلة جديدة في مسيرة الانتفاضة. الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن تجميد الاتصالات مع الاحتلال على كافة المستويات حتى توقف الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وعلى نحو خاص في القدس. أولا تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال وعلى المستويات كافة لحين التزام إسرائيل بإلغاء الإجراءات التي تقوم بها ضد شعبنا الفلسطيني عامة ومدينة القدس والمسجد الأقصى خاصة والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى. مع رفضنا لما يسمى البوابات الإلكترونية كونها إجراءات سياسية مغلفة بغلاف أمني وهمي. يأتي ذلك بعدما استشهد 3 شبان فلسطينيين في رأس العمود ومنطقة الطور في القدس المحتلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعربين. جاء ذلك خلال تصدهم لقوات الاحتلال في القدس المحتلة ومدن وقرى الضفة الغربية. وقد أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة المئات. يوم من أيام القدس التاريخية، آلاف الفلسطينيين يصلون في الشارع. إنها الجمعة الأولى منذ عملية الأقصى وإغلاقه من قبل الاحتلال في وجوههم واشتراط دخوله بتفتيش إلكتروني يعتبرونه إذلالاً وانتهاكاً لسيادتهم على مسجدهم المبارك. وما إن انتهت الصلاة حتى انقضت قوات الاحتلال على المصلين بالرصاص المطاطي والقنابل المسيلة للدموع والمياه العادمة وأيضاً بالرصاص الحي. 3 شهداء فقدتهم القدس دفاعا عن هويتها. يعني كيف خلصنا الصلاة؟ يعني كانت مقاومة منهم، يعني
زتوا علينا قنابل غاز، قنابل صوتية، وما فرقوش لا مرأة ولا زلمة ولا كبير ولا شاب ولا حدا فرقوا. وكانت ردة فعل عنيفة بشكل، في كثير كان جرحى، يعني اللي في ناس ما كملتش الصلاة حتى. أسبوع من الصمود والرباط والتحدي يتكلل اليوم بارتقاء الشهداء، ورغم عنف الاحتلال وتهديداته وتنكيله يصر هؤلاء على الوصول إلى أقرب نقطة، إلى المسجد الأقصى المبارك للصلاة والرباط فيه. كل ما بيكون الثمن اللي بندفعه أكبر بيكون عندنا إصرار أكثر إنه إحنا نستمر بالطريق اللي إحنا ماشيين فيها دفاعاً عن كرامتنا وعزتنا ومسجدنا إن شاء الله. هذا وضع مزري، يعني هذه اليوم لازم يخلص كل إشي، يعني لازم يزيلوا البوابات، الأقصى أقصانا والأرض أرضنا، هم كمان بكفيش إنهم ماخذين البلد تبعتنا، كمان جايين ما يدخلوناش نصلي على بلدنا. يعني أنا جاي من منطقة بعيدة عشان أقعد هون وما أروحش، وإيش العمر واحد والرب واحد، شو بدي أحكي لك أكثر من هيك، كل الناس نفس الحكي. لا حدود لبشاعة الاحتلال الإسرائيلي. هنا يقتحم جنوده مستشفى المقاصد في الطور، يبحثون فيه عن مصابين لاعتقالهم وعن شهيد لمصادرة جثمانه. وهنا يطلق مستوطن الذخيرة الحية فيقتل شابا فلسطينيا في راس العمود. هناء محميد، القدس المحتلة، الميادين. تظاهرات غضب عمت الضفة الغربية نصرة للمسجد الأقصى والقدس المحتلة، ووقعت عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين عندما أطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز. تقرير نسرين سلمي. لا للبوابات الإلكترونية، هتفت القدس. فجاء الرد من مدن الضفة بتظاهرات غضب اشتعلت نصرة للأقصى والقدس. الحجارة والزجاجات الفارغة سلاح الفلسطينيين في تظاهراتهم، لكن رد الاحتلال كان بالرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت والمياه العادمة. عشرات الإصابات برصاص الاحتلال نقلت إلى المشافي، بعضها وصف بالخطر. التظاهرات كانت امتدت من الخليل جنوبا وبيت لحم وحاجز قلنديا العسكري إلى حوارة وقلقلية وطول كرم شمالا. هذا جزء من امتداد الجسد، بيت لحم وشريان هي شريان القدس، واليوم كل أهالي بيت لحم بإذن الله سيتواجدون هنا دعما وإسنادا ومرابطة من أجل أقصانا وقدسنا. رسالة احتجاجية موجهة للاحتلال، هذه الرسالة تقول بأننا لن نسمح بإغلاق الأقصى ولن نسمح بتقسيمه زمانيا ومكانيا على غرار ما حصل مع الحرم إبراهيم الشريف. الدعوات للتظاهر جاءت بعد إعلان الأوقاف الإسلامية إغلاق المساجد في المدن المختلفة وأداء الصلوات في الساحات العامة، وتحديدا قرب المناطق التي تؤدي إلى القدس، كرسالة تحدي إلى الاحتلال. نحن الفلسطينيون مدافعون عن كرامة الأمتين العربية والإسلامية، لن يستهان هذا المحتل الغاشم، لن سوف تكون إرادتنا أقوى من كافة ممارساته، سوف يكون الأقصى عنوان وهدف نصب إليه لتحريره إن شاء الله. وكان جنود الاحتلال نشروا تعزيزات كبيرة على الحواجز العسكرية المؤدية إلى القدس وعلى الطرق الالتفافية تخوفا من التظاهرات الفلسطينية. المسجد الأقصى خط أحمر ولا يقبل الفلسطينيون أي تجاوز له، وأي مساس به من شأنه أن يفجر غضبا أكثر من هذا الغضب. نسر سلمي، من أمام حاجز قلنديا العسكري، الميادين. في غزة أفاد مراسل الميادين بإصابة مواطن بجروح متوسطة برصاص الاحتلال شرق البريج، وكان القطاع قد شهد مسيرات لحركتي حماس والجهاد تنديدا باعتداءات إسرائيل المتواصلة على المسجد الأقصى، وصدرت تأكيدات على جاهزية المقاومة للرد. أحمد غانم. الدعوة لاجتماع عاجل للفصائل الفلسطينية للاتفاق حول استراتيجية لمواجهة الاحتلال واعتداءاته ضد الأقصى والقدس كانت أبرز ما دعا إليه رئيس مكتب حماس السياسي في غزة إسماعيل هنية خلال خطبة الجمعة، التي شدد فيها على أن يوم الغضب جاء لكسر قرار حكومة الاحتلال عبر إزالة البوابات الإلكترونية. إننا اليوم نسير على ذات الخطى وفي ذات الطريق من أجل تحرير القدس والأقصى وإعادته بإذن الله إلى حاضنته العربية والإسلامية. أمة المليار ونصف المليار
تتجه اليوم مجددا نحو القبلة الأولى. هذا تحركنا اليوم إنما يسعى شعبنا من خلاله إلى تحقيق عدة أهداف، وعلى رأس هذه الأهداف التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في معركة القدس والأقصى. حركة حماس والجهاد سيرتا مسيرات حاشدة عقب صلاة الجمعة في مختلف مناطق القطاع تنديدا باعتداءات الاحتلال ضد الأقصى، إضافة إلى التأكيد على جاهزية المقاومة للرد على الاحتلال، كما طالبتا العالم بالتدخل لإنقاذ الأقصى. هذه الإجراءات الصهيونية في القدس تعني أن إسرائيل ذاهبة إلى تصعيد، المقاومة جاهزة باستمرار للدفاع عن أهلها وشعبها، والأولوية اليوم للفعل الجماهيري، لكن المقاومة حاضرة وستحمي قراراتها ومقدراتها، وأيضا ستدافع عن أبناء شعب الفلسطيني في كل مكان. نحن هنا جئنا لنقول لهؤلاء العلماء: دعوا جميع الفتاوى وتحشد جميع الأقلام وجميع السيوف وجميع الأموال وجميع الأسلحة في تحرير معركة الأقصى. يجب أن يقف نزيف الدم هذه المعارك العبثية، المعارك الطائفية في البلاد الإسلامية. المسجد الأقصى. رفض التطبيع العربي مع الاحتلال والمطالبة بإغلاق السفارات الإسرائيلية كرد على انتهاكات الاحتلال في حق الأقصى، رسائل حملتها المسيرات التي أكدت ضرورة إفشال مخططات الاحتلال لفرض وقائع جديدة في القدس المحتلة. التأكيد على فشل مخططات الاحتلال بعزل القدس عن محيطها تؤكده الفعاليات الجماهيرية التي خرجت من غزة حاملة رسائل إلى العالم بضرورة إعادة توجيه البوصلة إلى قضية فلسطين المركزية. أحمد غنم، غزة، الميادين. تحركات مناصرة للأقصى والمرابطين فيه عمت المخيمات الفلسطينية في لبنان، كما أقيمت صلاة الجمعة في قرية مارون الراس الحدودية مع فلسطين المحتلة المواجهة للجليل الأعلى. جاء ذلك بدعوة من الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة. نحن نؤزج. وفي سوريا وجه مئات الفلسطينيين والسوريين خلال مهرجان خطابي رسائل دعم وتضامن مع المدافعين عن الأقصى في وجه الاحتلال. المشاركون في المهرجان جددوا دعوتهم لوقف سياسات التفاوض مع الاحتلال. وأيضا في اليمن خرجت الجماهير بالعاصمة صنعاء منددة بالخطوات التعسفية واللا إنسانية التي تنفذها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في حق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية، ودعت إلى تحرك شعبي للضغط على الحكومات العربية لنصرة قضية العرب الأولى بكل الوسائل. دعت الخارجية الأمريكية إلى ضبط النفس والالتزام بالوضع الراهن في القدس والتراجع عن حافة العنف بحسب تعبيرها. المتحدثة باسم الخارجية هيدر ناورت قالت إن ما يحصل حساس جدا، مشيرة إلى أن بلادها تراقب التطورات عن كثب ولا تريد القيام بأي شيء يؤدي إلى التصعيد. وأكدت أن واشنطن تواصل الحديث مع حكومة المنطقة في محاولة لتشجيع التسوية. فاصل قصير نتابع بعده النشرة، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه النشرة من الميادين. كثف حزب الله وتيرة القصف الصاروخي والمدفعي في جرود عرسال مستهدفا مواقع تابعة لجبهة النصرة، وحرر وادي الدقيق ووادي الزعرور الذي يضم 3 مواقع للنصرة وهي رعد 1 و2 و3 جنوبية شرقي عرسال، بالتوازي مع تحرير مواقع في جبل القنزح في جرود عرسال. وفي وقت سابق حرر الحزب سهل الرهوة واعترفت جبهة النصرة بمقتل مسؤول موقع ظهرة الهوة و17 من مسلحيها. Thank you.
الإعلام الحربي بث صورة لطائرة مسيرة تتولى رصد مواقع جبهة النصرة ورصد تحركات عناصرها في الجود عرسال. إذن يواصل مجاهدو المقاومة تقدمهم في معركة جرود عرسال اللبنانية مع مسلحي جبهة النصرة. تفاصيل هذه المعركة في تقرير علي مرتضى. العملية ستتحدث عن نفسها، هذا ما أعلنته قيادة عمليات المقاومة. لا وقت محددا والمراحل مرسومة بدقة، وما إن دقت ساعة صفر حتى بدأ الهجوم المتزامن من الجهتين السورية واللبنانية. ساعات معدودات وأعلنت المقاومة سيطرتها على تلال استراتيجية حاكمة كتلة البركان في جرود فليطة وموقع القنزح ووادي القرية في جنوب شرق جرود عرسال. شيئا فشيئا يقترب المقاومون من وادي الخيل المعقل الرئيس لجبهة النصرة. على الجهة اللبنانية من الحدود بدا الهدوء مسيطرا، خرقته محاولة مجموعة من النصرة التسلل نحو عرسال من جهة وادي الزعرور، إلا أن الجيش اللبناني كان بالمرصاد، أحبط المحاولة وأحبط معها محاولة أخرى، وعزز مواقعه حول مخيمات النازحين وداخل البلدة، ليسمح بعدها لمجموعة من النساء والأطفال بالدخول إلى عرسال من مخيم مدينة الملاهي القريب من مراكز المسلحين. حتى الآن يبدو دور الجيش اللبناني دفاعيا في هذه المرحلة، حماية النازحين وحماية البلدة اللبنانية هي الأولوية، فيما الإجراءات أمنية كانت أو عسكرية هدفها زيادة حيز الأمان، أمان سيتعزز أكثر مع تقدم المقاومة في خط موازن لبلدة عرسال في الجرود بهدف إبعاد النصرة شرقا باتجاه القوات المتقدمة من الجهة السورية، أو دفعها شمالا باتجاه مناطق سيطرة تنظيم داعش. في مراحلها الأولى تسير العملية العسكرية لتحرير ما تبقى من جرود القلمون الغربي وجرود عرسال وفق المخطط، تقدم سريع ومحسوب لجنود حزب الله نحو معاقل النصرة، وتنسيق تام بين الحزب من جهة والجيشين السوري واللبناني من جهة أخرى. علي مرتضى، جرود عرسال، الميادين. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن إقامة القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا لا تستند إلى أي قاعدة قانونية. لافروف أعلن أن بحث الضوابط الأساسية لإنشاء منطقة تخفيف التصعيد جنوبية سوريا قد اكتمل، وأضاف أنه تجري حاليا تسوية التفاصيل المرتبطة بتسيير عمل هذه المنطقة. أكد أمير قطر تميم بن حمد الثاني أن بلاده تعرضت لحصار غير مسبوق على مستوى العلاقات الدولية، وفي كلمة متلفزة أعلن أمير قطر أن بلاده تحارب الإرهاب بلا هوادة وباعتراف العديد من الدول، كما أشار إلى أن الحياة في بلاده لم تتأثر بفعل الحصار عليها. وكما تعلمون الحياة في قطر تسير بشكل طبيعي منذ بداية الحصار، وقد وقف الشعب القطري تلقائياً وبشكل طبيعي وعفوي دفاعا عن سيادة وطنه واستقلاله. لقد أصبح كل من يقيم على هذه الأرض ناطقا باسم قطر، وأشير هنا بكل اعتزاز إلى المستوى الأخلاقي الرفيع الذي يتمتع به هذا الشعب في مقابل حملة التحريض والحصار الذي تلاها، وإلى جمعه بين صلابة الموقف والشهامة التي يتميز بها القطريون دائما.
أمير قطر نوه بالوساطة الكويتية، كما ثمن أدوار أمريكا وألمانيا وفرنسا وروسيا، وشكر تركيا وكل من فتح أجواءه أمام قطر. كذلك جدد تأكيده على استعداد بلاده لحل الأزمة بالحوار. إن أي حل للأزمة يجب أن يقوم على مبدئين: أولا أن يكون الحل في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها، وثانيا أن لا يوضع في صيغة إملاءات من طرف على طرف، بل كتعهدات متبادلة والتزامات مشتركة ملزمة للجميع. ونحن جاهزون للحوار والتوصل إلى تسويات في القضايا الخلافية كافة في هذا الإطار. أعلنت القوات المسلحة المصرية أنها قتلت 30 تكفيريا شديدي الخطورة وألقت القبض على 5 آخرين شمالي سيناء. المتحدث العسكري أعلن أيضا أن المرحلة الرابعة من عملية حق الشهيد للقضاء على الإرهاب في سيناء شهدت تدمير 4 عربات مفخخة قبل استهدافها للتمركزات الأمنية، إضافة إلى تدمير 4 مخازن تحتوي على مواد متفجرة و19 ملجأ. انطلقت المرحلة الأولى من المناورات البحرية المشتركة بين روسيا والصين في بحر البلطيق تحت مسمى التواصل البحري 2017. المتحدث باسم أسطول البلطيق الروسي كشف أن المناورات ستستمر حتى 28 من الشهر الحالي وتتألف من مرحلتين، يشار إلى أنها المرة الأولى التي تزور فيها سفن البحرية الصينية بحر البلطيق. والآن لأبرز ما عنونت بعض الصحف العربية الصادرة صباح هذا اليوم مع زميل أحمد عبد الله. صباح الخير أحمد. صباح الخير وفاء. شكرا. صباح الخير مجددا مشاهدينا من صحيفة البناء اللبنانية. نبدأ جولتنا على أبرز عناوين الصحف العربية الصادرة اليوم، ونقرأ في عناوينها: الانتفاضة الفلسطينية، 4 شهداء ومئتا جريح، وعباس يجمد التنسيق مع الاحتلال، واشنطن تمسك وزارة الأمن السعودية والنيابة العامة القطرية، والأزمة مستمرة. السلسلة الشرقية: المقاومة تنجز المرحلة الأولى من العملية بالسيطرة على التلال. حماس والجهاد لتحطيم البوابات الإلكترونية والاتفاق على استراتيجية المواجهة مع الاحتلال. إلى صحيفة الحياة السعودية، ونقرأ في عناوينها: 3 شهداء ومئات الجرحى في معركة استنزاف حول الأقصى. إسرائيل تتصلب رغم جموعة الغضب، والفلسطينيون يستعدون لمواجهات طويلة. انطلاق معركة جرود عرسال من الأراضي السورية. حزب الله يستولي على مواقع استراتيجية من فتح الشام. في الحياة أيضا: السعودية تتمسك بحل خليجي للأزمة مع قطر. أمريكا راضية عن جهود الدوحة وتدعو الدول الأربعة إلى رفع الإجراءات. ننتقل إلى صحيفة الدستور الأردنية، وجاء في عنوانها الأول: 4 شهداء وإصابة 450 في جمعة الغضب بالقدس. الاحتلال يحول القدس ثكنة عسكرية، والرئيس الفلسطيني يعلن تجميد الاتصالات مع إسرائيل. مسيرات رفض تعم المملكة، خطباء المساجد: الدفاع عن المسجد شرعي وواجب الأمة حمايته. نقرأ في الدستور أيضا: خريطة تركية تتضمن توزع القوات الأمريكية في سوريا تزعج الإدارة الأمريكية. الخارجية الروسية: وجود القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا لا يستند إلى أي قاعدة قانونية. من الدستور الأردنية ننتقل إلى صحيفة القدس العربي، وجاء فيها: أمير قطر مستعدون لحوار بلا إملاءات، نحارب الإرهاب ونختلف في تفسير مصادره. انتقد التحريض الإعلامي غير المسبوق من دول الحصار، وتضامن مع الشعب الفلسطيني، واستنكر إغلاق الأقصى. مواجهات دامية مع قوات الاحتلال دفاعا عن الأقصى تؤدي لاستشهاد 3 وإصابة المئات. مسيرات غضب تجتاح الدول الإسلامية، وخطيب المسجد ينتقد صمت العرب، وعباس يجمد الاتصالات مع إسرائيل. نتابع جولتنا على أبرز عناوين الصحف، ونصل إلى جديد النزاع الخليجي مع صحيفة الاتحاد الإماراتية، وفيها: السعودية لا مفاوضات مع قطر، تميم المرتبك يطلب الحوار ويتمسك بدعم الإرهاب. مطالبنا محددة، ونطلب من الدوحة الالتزام وتغيير سياساتها. مصر: غض الطرف عن تمويل قطر للإرهاب أمر مشين. من الاتحاد الإماراتي ننتقل إلى صحيفة العرب القطرية، وفيها: خطاب الكرامة الوطنية، صاحب السمو لا للمساس بالسيادة ونرفض الإملاءات
ونعم للحوار. وفي العرب أيضا، أي حل لهذه الأزمة في المستقبل يجب أن يشمل ترتيبات تضمن عدم العودة إلى هذا الأسلوب الانتقامي. ونختم جولتنا من العراق مع صحيفة الصباح التي عنونت بدء الضربات الجوية الممهدة لاقتحام تل عفر. العمليات المشتركة تفند مزاعم أعداد الضحايا في الموصل. قواتنا تحرر قرية إمام غربي وتؤمن الطريق بين الشرقات والقيارة. المرجعية الدينية العليا فرحة الانتصار لا تكتمل حتى تستعاد جميع الأراضي. مع صحيفة الصباح العراقية نصل إلى ختام هذه الجولة على أبرز عناوين الصحف. وفاء، أعود إليك. شكرا لك أحمد. النشرة انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. مقتل 3 مستوطنين في عملية طعن غرب رام الله، ودعوات إلى مواصلة مواجهة الاحتلال نصرة للأقصى. ثلاثة شهداء ومئات الجرحى في اعتداءات قوات الاحتلال في يوم نصرة الأقصى، وعباس يجمد الاتصالات مع إسرائيل. أولا، تجميد الاتصالات مع دولة الاحتلال. حزب الله يكثف من قصفه الصاروخي والمدفعي لمواقع النصرة في الجود عرسال، ويحرر مناطق جديدة فيها. إن أي حل للأزمة يجب أن يقوم على مبدئين. أولا، أمير قطر يؤكد أن أي حل للأزمة الخليجية يجب أن يقوم على أساس مبدأ السيادة، ويعلن استعداده للحوار بشأن كل نقاط الخلاف. شكرا لكم على حسن المتابعة. للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقع الميادين على الإنترنت ميادين.net، ولمتابعتنا باللغة الإسبانية espanol.elmedin.net، بالإضافة إلى صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.